كتعييني كمدير رياضي، وكما يقول لك انا اولا نتشرف بهذه الثقه اللي يديروها فيا، وهذه كما يقول لك ماشي يعني ما التشريف كما يقول لك تكليف ماشي تشريف عليا، وان شاء الله كما يقول نكونوا احنا في حسن ظن هذا الناس اللي يديروا فينا ثقه، وان شاء الله المهمه راح تكون صعبه خاصه في البدايه راح تكون صعبه، ولكن بتظافر جميع الجهود تاع الناس وتاع كما يقول لك كل المحبين تاع وفاق سليف، ان شاء الله الوفاق رايحه كما يقول لك تعود للالقاب ان شاء الله، ولما لا كما يقول لك الموسم هذا.